الوطن تحيا جمهورية مصر العربية، طبعا الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد الرئيس عدلي منصور يبكي وهو يؤم صلاة الجنازة على والدته. امبارح الجمعة رحلت والدة المستشار الجليل الرئيس السابق عدلي منصور، وامبارح صلينا الجمعة في مسجد الشرطة في أكتوبر، وبعد صلاة الجمعة أما الرئيس السابق عدلي منصور الحضور في صلاة الجنازة على المغفورة لها بإذن الله السيدة والدة الرئيس السابق عدلي منصور. بعد كده اتجهنا إلى مقابر العائلة في طريق الفيوم، وحضر كل الأهل وعدد من الأصدقاء اللي كانوا موجودين رافقوا الجثمان حتى مثواه الأخير، وبعد ذلك قرأ القرآن أمام المقبرة، ثم تلقى الرئيس السابق العزاء وأوصت الأسرة بعدم نشر أي نعي في وسائل الإعلام. الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة المفتي وشخصيات كثيرة جدا نعت المغفورة لها والدة الرئيس السابق عدلي منصور، وحضر أيضا الجنازة وزير الدفاع، وزير الداخلية، عدد من كبار المسؤولين. الرئيس عدلي منصور بيتمتع بشعبية واحترام كبير، وزي ما قلت في تصريح سابق أثناء عملي بالرئاسة أن الرئيس عدلي منصور خرج من القصر مرفوع الرأس، والاحترام اللي بيحظى به الرئيس عدلي منصور بيزداد يوما بعد يوم نتيجة أدائه الرائع في الرئاسة ثم أدائه الوقور بعد أن ترك السلطة في قصر الاتحادية. وبرنامج الطبعة الأولى في قناة دريم ينعي المغفورة لها والدة الرئيس السابق عدلي منصور، ويتقدم بخالص العزاء إلى سيادته وإلى العائلة الكريمة. اثنين، هل بدأ اقتصاد تركيا في الانهيار؟ كل يوم تقريبا بنسمع أخبار سيئة من تركيا. اقتصاد تركيا اللي كان رائع جدا، مزدهر جدا، متقدم جدا، ملهم لاقتصاديات أخرى، بدأ يتراجع. السؤال، هل بدأ انهيار تركيا؟ هل بدأ العد التنازلي للتجربة التركية؟ هل بدأ انهيار التجربة الرائعة التي بدأها رجب طيب أردوغان على يد رجب طيب أردوغان أيضا؟ هذا هو السؤال. والحقيقة اللي بيتابع الاقتصاد التركي هيلاقي أنه الوضع في تركيا بقى سيء. البطالة زادت أكتر من 10%، البطالة وصلت ل 12%، الاستثمار الأجنبي بيتراجع، كتير مستثمرين بيخرجوا، الليرة امبارح وصلت لأدنى مستوى ليها من 8 سنوات، والعملة المحلية أو العملة الوطنية اللي هي الليرة بتتراجع كل يوم قدام الدولار، قدام الدولار، وأكتر نزول منذ 8 سنوات كانت الليرة التركية أمس، لدرجة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خاطب الشعب وقال أن طلعوا الفلوس اللي تحت المخدة. ده تعبير الرئيس أردوغان، إن هو ناشد الشعب اللي مخبي فلوس تحت المخدة لازم يطلعها، ومش المفروض إن الشعب يحتفظ دولارات أو يوروهات أو أي عملة صعبة، إنما لازم يسلمها لأن الدولة في احتياج إلى الدولار وإلى العملة الصعبة، وإلا هيستمر انهيار العملة الوطنية الليرة التركية. في كل الأحوال الملامح ملامح انهيار. البطالة اللي كانت تراجعت بدأت تزيد، الاستثمار الأجنبي اللي كان كتير جدا جدا بدأ ينحسر ويتراجع، رؤوس الأموال اللي كانت جاية على تركيا كتير جدا بدأت تخرج من تركيا بنفس الوتيرة المتسارعة. أيضا بنشوف أن التضخم بدأ يزيد والعملة بتتراجع والأمن بيتراجع، وعلى أثر ذلك السياحة تراجعت قرابة 40% في تركيا. وبالتالي ملامح الأزمة من تراجع السياحة وانخفاض سعر الصرف وأزمة العملة الوطنية في مواجهة الدولار وأزمات كثيرة متعلقة بالبطالة والإدخار وما إلى ذلك من معالم التدهور الاقتصادي من التضخم إلى غيره، كل ده بدأ يشكل صورة سيئة لتركيا، أو صورة تقول أن الاقتصاد التركي بدأ في الانهيار. في تحليل مميز لموقع سكاي نيوز بتقسم تجربة رجب طيب أردوغان إلى ثلاث فترات، من 2002 إلى 2006
ومن 2006 ل 2012 ومن 2012 لغاية دلوقتي. قبل كده قلت لحضراتكم إن أردوغان عمل كتير جدا من نهضة تركيا، وقبل ثورة يناير في مصر وطموحات أردوغان والتيارات الدينية المتشددة كان أردوغان رئيس ممتاز لتركيا، وتجربة أردوغان تدرس إنه رئيس عظيم لبلاده، وعمل نقلة أسطورية لتركيا ونقلها من حال إلى حال. ولو أردوغان كان خرج من السلطة قبل ثورة يناير كان هيكون من أفضل الرؤساء على مر التاريخ، إلا إن أردوغان نفسه اللي عمل التجربة العظيمة ديت هو اللي ماشي ورا نفسه بأستيكة، وهو اللي بيبوظ اللي عمله قبل كده، وهو اللي بيدمر الإنجازات اللي عملها بإيديه. فمرحلة الصعود اللي هو كان أساسي في صناعتها هو دلوقتي اللي بيقود مرحلة الهبوط. في تحليل موقع سكاي نيوز ثلاث مقاطع تاريخية أو ثلاث مراحل في حكم أردوغان لتركيا. المرحلة الأولى من 2002 ل 2006، ودي سنوات كويسة جدا، 4 سنين بدأ فيها هيكلة الاقتصاد، وضع أسس ممتازة، قوانين ممتازة، علاقته كويسة جدا بالعالم، فدي مرحلة صعود من 2002 أول ما مسك لغاية 2006. من 2006 ل 2012 6 سنين بقى، دي مش مرحلة صعود ولا انطلاق، إنما مرحلة القمة، النجاح الكبير. بقت تركيا في القمة وتجربة تدرس وتحظى بالاحترام في ال6 سنين دول من 2006 ل 2012. يبقى 4 سنين من 2002 ل 2006 الصعود والبناء وتأسيس عملية التنمية، و6 سنين انطلاق مذهل ونجاح كبير وتركيا في القمة. يبقى 10 سنين على بعضهم مرحلة التأسيس والبناء والانطلاق والنجاح والوصول إلى القمة، يعني 10 سنين رائعة في تاريخ تركيا على رأس التجربة رجب طيب أردوغان. بعد ال10 سنين الممتازة ديت بدأ رجب طيب أردوغان نفسه يدمر ال10 سنين العظيمة اللي شهدتهم تركيا على إيد رجب طيب أردوغان وحزبه ومن معه، لأن هو بدأ الغرور الشديد بعد 25 يناير، وتصور أن بعد ثورة يناير أن المصريين كأنهم قاموا بالثورة علشان خاطر أردوغان يبقى سلطان المنطقة وما حولها، وتصور واهما لأنه مش عارف التاريخ كويس وفي عند مرحلة صغيرة من التاريخ أنه حتى لو أنه مشروع الخلافة أو الدولة الكبيرة تكون موجودة مش هتكون في تركيا مرة أخرى، تجربة وانتهت، وفي تقديري أنها لم تكن خلافة وإنما ملك وراثي مستبد لا علاقة له بالخلافة، إنما في كل الأحوال جنون العظمة ونتيجة ثورة يناير والربيع العربي تصور أردوغان وحلفائه المتطرفين أنه يقدر يكون سلطان على بلاد المسلمين. ده أدى في النهاية مش أنه ما يبقاش سلطان، إن بلده نفسها تركيا تبدأ في التراجع والانكسار. فملف الأكراد اللي كانت صلح وبقى كويس جدا ومفيش قتلى ولا ضحايا ولا جرحى ولا ضرب ولا ما إلى ذلك، هذا الملف انفجر من جديد. يعني أردوغان اللي حل المشكلة الكردية قبل كده هو اللي رجع تاني عمل المشكلة الكردية من جديد، وأردوغان اللي صلح علاقته بالعالم العربي رجع هو دمر علاقته بالعالم العربي من جديد، وأردوغان اللي كان عاقل جدا في علاقته بأمريكا والغرب وروسيا والشرق بعد كده دخل في مشاكل مع دول ومشاكل مع دول، وأردوغان اللي عمل نهضة اقتصادية كبيرة هو برضو أردوغان اللي بقى دلوقتي العملة الوطنية نزلت لأدنى مستوى منذ 8 سنوات، والبطالة لأعلى مستوى، والتضخم لأعلى مستوى، ونتيجة سياسات الداخلية والخارجية ونتيجة تدخله في البنك المركزي والسياسة النقدية ونتيجة القمع اللي موجود داخل تركيا، نتيجة كل ذلك ما بقاش أردوغان يحظى بالمكانة السابقة. شيء مؤسف للغاية وتجربة مخجلة إن في حد ينجح هذا النجاح ويكون بهذا الذكاء وهذا التميز
وهذا الإخلاص وهذه الوطنية لبلده، ثم إن نفس الشخص اللي كان بهذا الذكاء لا يكون بهذا الذكاء من جديد، ونفس الشخص اللي بنى هو اللي بيهدم اللي بناه، ونفس الشخص الوطني اللي مخلص لبلاده ونقل تركيا إلى مستوى عظيم، يبقى هو نفس الشخص اللي هيسيب بلده وهي في أزمة اقتصادية وهي في حرب داخلية وهي في انهيار في الاستثمار الخارجي وهي في معضلة كبيرة جدا في مجمل الدولة التركية. أردوغان ضد أردوغان، وأردوغان ينسف أردوغان، وعشر سنين ممتازة بدأت تنهار من 2012 وتواصل انهيار. قطعا لا شماتة في تركيا، لأن العقل يقول إن تركيا ومصر كان ينبغي يكون الثنائي الذي يقود الأمة الإسلامية من جاكرتا إلى الدار البيضاء. المنطق يقول إن المصريين والأتراك كانوا لازم يتحالفوا ويقدموا تجربة عظيمة لحماية المشرق والمغرب معا. المنطق يقول إن أقوى دولتين عندهم قوة ناعمة، مصر وتركيا، كان الأنسب يكونوا حلفاء، وده المحور الذي يقود الأمة. لكن للأسف طموحات أردوغان والمتطرفين من حوله في كل مكان أدى إلى تدهور تركيا وبدء انهيار الاقتصاد التركي، وأدى إلى مشكلات كبيرة في مصر، وبدلا من أن احنا والأتراك نكون حلفاء في مسيرة من أجل بلدينا ومن أجل الأمة، بقينا في حرب باردة احنا والأتراك بقالنا سنوات، وأردوغان بدأ ينسف تركيا بعد أن نسف المحيط العربي والإسلامي. تركيا في خطر، لكن هذا بالنسبة لنا ليس خبرا جيدا، فسقوط تركيا بداية لسقوط هذه الأمة لا قدر الله. ثلاثة، بعد انقطاع 40 عاما ترامب يتحدث هاتفيا إلى تايوان. دولة الصين دولة كبرى جدا، أكبر دولة سكانية في العالم، مساحة عملاقة، تاريخ أسطوري، لكن الصين تحتها جزيرة صغيرة كان اسمها فرموزة، حاليا اسمها تايوان. هذه الجزيرة تايوان هي جزء من الصين، هي محافظة صينية. لكن لما يكون في صراع سياسي كبير وصراع ايديولوجي كبير، سواء على أساس ديني أو على أساس يساري أو يميني أو ما إلى ذلك، الإيديولوجيا مدمرة، مش بس بتدمر النظام، تدمر أركان الدولة وتدمر الجغرافيا السياسية. وده اللي حصل في الصين. الصين الواحدة سنة 49، الثورة الشيوعية، ماو تسي تونج في السلطة، الحكومة اللي كانت موجودة اللي قامت عليها الثورة طلعوا على جزيرة فرموزة اللي هي جزء من الصين، جنوب الصين، قطعة صغيرة جدا جنوب الصين، مع تقدير طبعا لتايوان ولأهالي تايوان أو لشعب تايوان، لكن في النهاية تقديرنا مثل تقدير الكثيرين أن تايوان جزء من صين واحدة، هي الصين الواحدة. إنما في النهاية النظام اللي قبل ماو تسي تونج، اللي قبل 49، اللي قبل نجاح الثورة الشيوعية، راح على هذه الجزيرة وقال هنشتغل من هنا واحنا الصين. فبقت الجزيرة الصغيرة ديت هي الصين، وسموها الصين الوطنية. طب والباقي ده كله الصين الشعبية. فبقت الصين دولة الصين اللي كانت امبراطورية الصين زمان، بقى كل هذا الفيل الضخم مش موجود في الأمم المتحدة. مين اللي موجود في الأمم المتحدة؟ هي جزيرة تايوان اللي اسمها الصين الوطنية. فبقت الصين الشعبية مش موجودة، والصين الوطنية اللي هي تايوان هي العضو في الأمم المتحدة. كام سنة؟ 30 سنة، من 49 ل 79، 30 سنة تقريبا كانت تايوان هي عضو الأمم المتحدة. 79 الأمريكان صالحوا الصينيين، طبعا الأمريكان هم اللي خلوا ان تايوان دي الصين الوطنية، ولما تقول الصين تقصد جزيرة تايوان، مش الصين اللي عاصمتها بكين، كل ده الأمريكان. لكن جم 79 اتصالحوا مع الصينيين ولغوا اعترافهم بتايوان وألغوا العلاقات الدبلوماسية بينهم وبين تايوان، وبقوا في هذه الحالة مع فكرة الصين واحدة، تايوان جزء من الصين.
لكن ده كلام الأمريكان برضو لهم علاقة قوية بتايوان. النهاردة الكلام في صحف آسيا والعالم على المكالمة التليفونية اللي هي الأول مرة من حوالي 40 سنة بين رئيس تايوان وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رئيس تايوان كلمت الرئيس الأمريكي ترامب، دي أول مكالمة من 40 سنة بين تايوان وبين الرئيس الأمريكي. قبل كده ولا ديمقراطي ولا جمهوري كان ممكن يكلم رئيس أو رئيسة تايوان، دي أول مكالمة من 40 سنة. طبعا ضجة في الصين، وزير الخارجية سئل عن هذه المكالمة من رئيسة تايوان إلى الصين فقال إنها مكالمة تافهة، ده التعبير الدقيق اللي قاله، إنها مكالمة تافهة، إنما الكل قلق من ترامب إنه تايوان صغيرة جدا في جنوب الصين على الخريطة، نتخيل ماذا حدث، لأن السياسة صعبة والجغرافيا السياسية صعبة ومعقدة وكل شيء وارد في العلاقات الدولية. فالصين العملاقة اللي هي كده، تخيل بقى الصين العملاقة دي كلها، قول إن بكين هنا اللي هي العاصمة، جزيرة تايوان هنا حتة صغيرة كده جزء من الصين، لما بقى هنا حكم شيوعي سنة 49 اللي هو ماو تشي تونج، الأمريكان ما اعترفوش بكل الصين، شايف بقى الفيل العملاق ده، قال لك لا دي مش الصين، الصين هنا ونعترف بالحكومة اللي هنا مش بالحكومة اللي في بكين. 30 سنة يتم الاعتراف بالحكومة اللي هنا ان دي اسمها الصين، لما تقول مثلا مندوب الصين في الأمم المتحدة يقوم يوقف يقول كلمته، يطلع هو ده اللي هو مندوب تايوان مش مندوب الصين دي كلها، وان تايوان هتضم الصين دي كلها ليها لان دي الصين. المعركة 30 سنة، لكن خلاص رجعت الجغرافيا السياسية لطبيعتها، ان الصين هي ديت وعاصمتها بكين، والصينيين بيقولوا ان تايوان دي محافظة صينية هترجع في يوم من الايام. لكن لاول مرة اليومين دول رئيس تايوان تكلم الرئيس الامريكي ترامب لاول مرة منذ هذه السنوات الطويلة، ما جعل الصين تغضب، ووزير خارجيتها يصف المكالمة بانها مكالمة تافهة وأنها مكالمة غير مقبولة. أربعة، الخليفة الثاني ما بعد أبو بكر البغدادي. كل شوية في كلام عن أبو بكر البغدادي الذي يلقب نفسه بالخليفة وزعيم تنظيم داعش وما تسمى الخلافة الإسلامية الوهمية الموجودة في بعض مناطق العراق وسوريا. كل شوية في كلام إن أبو بكر البغدادي قتل، كان أقوى كلام في يونيو 2016، النهاردة في كلام قوي جدا هو قتل النهاردة، أو أنه طبقا لبعض المواقع أن تنظيم داعش طلب من بعض الولاة والمساعدين والأعضاء والقيادات في هذا التنظيم أنهم يروحوا يجتمعوا علشان خاطر يختاروا خليفة بعد أبو بكر البغدادي، لكن الحقيقة في تقديرات أنه ممكن يكون لسه عايش، في تقديرات أنه هو مات، في تقدير رئيس CIA اللي هو جون برينان بيقول انه اذا ما كانش مات فقرب يموت، يعني قدامه شويه ويتم الوصول اليه، قرب يموت بمعنى انه سيتم الوصول والقاء القبض على ابو بكر البغدادي بعد فتره قصيره. ودي جمله برضو خطيره، لان هم قالوا كده على اسامه بن لادن وبعدين قتل اسامه بن لادن، فهل هم القوا القبض على ابو بكر البغدادي مستنيين في لحظة ممكن مثلا ترامب أول ما يتولى السلطة رسميا في البيت الأبيض فيعلن القبض على أبو بكر البغدادي؟ وارد. هل قتل أبو بكر البغدادي فعلا وهم عندهم الجثة؟ وارد. هل قتل وعند آخرين؟ وارد. هل لم يقتل لكن هو غائب وبعيد؟ كل ده وارد، إنما الجدل الآن إن أبو بكر البغدادي لم يعد قادرا على الظهور، وإنه في تفكير في اختيار خليفة لأبو بكر البغدادي. طيب مين هيكون بعد أبو بكر البغدادي؟ النائب قتل، والنائب الثاني قتل، ووزير دفاعه قتل، أو وزير الحرب في تنظيم داعش قتل، ووزير الإعلام قتل، ووزير المالية قتل، كل الناس التقال في تنظيم داعش قتلوا. طب مين هيبقى بعد أبو بكر البغدادي؟ طبعا لسوء حظ الأمة انها تنشغل بهذا التنظيم كل هذه السنوات،
وإن العالم الإسلامي يكون أسير داعش وما تقوله داعش وتبثه داعش وتريده داعش كل هذه السنوات. يبقى العالم مشغول بعلوم الفضاء، بالتنمية، بالتقدم، بالوصول إلى المريخ، والعالم الإسلامي مشغول بأبو بكر البغدادي وصراعه مع أيمن الظواهري ووائل الرقة والحسكة وكل هذه المفردات اللي خلت الأمة الإسلامية في خطر جسيم. لما طلع أبو بكر البغدادي قبل كده على المنبر في جامع الموصل الكبير كلنا ذهلنا. الموصل وبغداد والتاريخ الإسلامي العظيم اللي كان في هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعا العراق، يقول إلى أبو بكر البغدادي على منبر يزعم الخلافة. والصدمة أكبر وأبو بكر البغدادي بيقول قول أبو بكر الصديق كأنه أبو بكر الثاني لما وقف على المنبر وقال لقد وليت عليكم ولست بخيركم، كأن مثلا كلنا شايفين أنه بخيرنا فقلنا لا يا جماعة بتواضع لا لست بخيركم. فتخيل الجملة اللي قالها قبل كده الخليفة الراشد سيدنا أبو بكر الصديق يقولها بعد كده أبو بكر البغدادي بالجرائم اللي شفناها بعد كده، وإنه كمان يتعالى ويعتبر أنه توليه الخلافة وإمارة المؤمنين ابتلاء. كان إحنا إزاء بقى زهد لا نهاية له، وإزاء حد من زمن الصحابة، وإزاء شخص تحدث كما تحدث سيدنا أبو بكر الصديق من قبل. تم ابتزال القيم والمبادئ والأسس الإسلامية والخطاب الإسلامي والمفردات الإسلامية. في محنة داعش ربما يكون هناك جديد لنجد خليفة للخليفة المزعوم أبو بكر البغدادي. وإن إخوانكم 5 طائرات الشبح الأمريكية لم تعد شبحا. الطائرة F-22 من أقوى الطائرات في العالم ومن أخطر الطائرات المقاتلة، وهي طائرة شبح بمعنى الرادار ما يقدرش يشوفها ولا يكتشفها. وهي شبح ليه؟ نتيجة ان في طلاء، في دهان بيدهنوا الطيارة من بره بدهان، هذا الطلاء بيمتص موجات الرادار، فالرادار علشان يشوف الطيارة بيبص موجات، الطلاء ده بيمتص هذه الموجات، فلما يمتص هذه الموجات مع أطراف حادة وطريقة خاصة في تصنيع هذه الطائرة ما يقدرش الرادار يشوف الطائرة الشبح المقاتلة F-22. يبقى إذن معنى إيه طيارة شبح؟ يعني الرادار ما يشوفهاش. ما يشوفهاش ليه؟ لأن الطلاء اللي موجود بره بيمتص الموجات اللي جاية فما يقدرش الرادار يشوف هذه الطائرة. لكن الجديد إن الطيارة الشبح الأمريكية القوية جدا F-22 الطلاء بتاعها بدأ يتساقط، الدهان بدأ يتساقط من الطائرة، وده معناه ان الطيارة الشبح لم تعد شبحا. يبقى برضه قوية ومقاتلة، لكن ممكن الرادار يشوف F-22 نتيجة ان في مناطق في الطيارة الدهان وقع من عليها او تساقط الطلاء من على الطائرة. مواقع متخصصة بتقول ان في خبراء امريكان بيروا ان ده نتيجة الظروف المناخية اللي موجودة في سوريا، الطائرة دي بتضرب في سوريا نتيجة الظروف المناخية، الأمطار والرياح والعواصف أدى إلى تساقط الطلاء. إنما في خبراء آخرين بيقولوا حتى قبل سوريا مجرد الطائرة أصلا تطلع أي طلعات تدريبية أو ما إلى ذلك بيتساقط الطلاء بتاع الطيارة F-22. أمريكا عندها 186 طيارة شبح F-22، لازم بقى تعيد دهان ال 186 طيارة، ده يستغرق 3 سنين. عشان كده بقى أوقات الحروب كل حاجة محسوبة، فيبقى الطيارة دي في منتهى الخطورة وطيارة شبح مقاتلة من الطراز العظيم عالميا من الناحية القتالية، لكن تساقط الطلاء يخليها مش شبح. تيجي بقى تدهن الطيارة قدامك 3 سنين، فانت لو في حرب مين هيسعف؟ حضرتك هما بصدد صناعة إنسان آلي أو روبوت يقدر يدهن ده في وقت أقل. ده معناه إن التقدم العلمي بيواجه تحديات، لكن كل تحدي يواجه التقدم العلمي بيحاول يواجهه باستجابة مناسبة، ومن ذلك
محاولة إعادة الطلاء عبر روبوت تتم صناعته لهذه الوظيفة. طبعا زي ما شفنا الطيارة F-22 صعود عمودي هبوط حاد، تقدر تلف بدرجة 360 درجة وأكثر، قدرات قتالية مذهلة. لكن كون أن الطائرة الشبح قد لا تعود شبحا أو تحتاج إلى إعادة طلاء، ده موضوع كان رئيسي في الكتابات الاستراتيجية اليوم. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.